السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في قناة باس نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار، شكرا لكم. أعربت الجزائر ومالي عن ارتياحهما للتقدم المسجل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان مشترك توج زيارة الصداقة والعمل التي قام بها للجزائر رئيس الدولة المالي باهنداو. وأوضح البيان ذاته أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره المالي قد أكد في هذا الخصوص على أهمية الاتفاق كإطار مناسب لتعزيز عودة الاستقرار بشكل نهائي ودائم في البلاد. وقد أعرب الرئيس داو عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر بصفتها بلدا جارا يقود الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق من أجل استعادة السلام والأمن والاستقرار إلى مالي في ظل الاحترام التام للوحدة والسلامة الترابية وسيادة دولة مالي على كامل أراضيها. كما نوه بجهود الجزائر الحثيثة لتعزيز التلاحم بين الماليين من خلال الحوار وترقية القيم العريقة للعيش معا وتفاهم التي طالما سادت في المجتمع المالي بكل تنوعه، معربا عن أمله الكبير في مواصلة هذا الدور. ومن جانبه أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه لتفعيل جميع الهيئات الانتقالية طبقا لميثاق وخارطة الطريق الانتقالية، منوها بمصادقة المجلس الوطني الانتقالي لمخطط عمل الحكومة كونه يهدف من خلال محاور عمله الستة إلى توفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة والعودة إلى الحياة الطبيعية في البلاد. كما أشار الرئيس تبون إلى الضرورة الملحة لمواصلة المرحلة الانتقالية في كنف الهدوء والطمأنينة حتى تتوج بتنظيم المواعيد الانتخابية في الأجال المحددة، مجددا التأكيد على استعداد الجزائر الكلي لمواصلة دعمها المتعدد الأشكال للمرحلة الانتقالية، والتشديد على تصميم الجزائر على عدم ادخار أي جهد من أجل التعجيل في تنفيذ الاتفاق. وفي معرض تطرقهما لوضعية التعاون الثنائي جدد رئيس البلدين إرادتهما في بذل كل ما بوسعهما لتعزيز أكبر للشراكة القائمة بين البلدين وتنويعها لتكون في مستوى الإمكانيات والفرص التي يزخر بها اقتصاديات البلدين. كما رحبا بوجه خاص بالأعمال التي تم إطلاقها في مجالات الطاقة والتكوين وتتمين الموارد البشرية وكذلك في المجال الإداري والقضائي. أما في مجال التعاون العسكري أشاد الرئيسان بانعقاد اللجنة العسكرية المختلطة يوم 9 من فبراير 2021 بباماكو، علاوة على توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر ومدرسة حفظ السلام عليون بلوندين باي في 11 من فبراير 2021، معربين عن رضاهما إزاء قرار الاستدعاء القريب للدورة الأولى لمجلس الأعمال الجزائري المالية.